الراحل عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان غير المرخص لها. وبعد صلاة الجمعة والجنازة بمسجد السنة بالرباط تم نقل جثمان الراحل إلى مقبرة الشهداء حيث وري الثرى. وقد حضر مراسم الجنازة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية إضافة إلى أتباع الجماعة. وكانت الجماعة قد نعت الشيخ عبد السلام ياسين البالغ من العمر 87 سنة صبيحة أمس عبر موقعها الإلكتروني.